هذا الشارع من أحد عبد الكريم قاسم الله يرحمه. هذا من أحد عبد الكريم قاسم. نعم. والتبيط الأولي. بعد ما جاء. أنت من أهل الأفضلية من زمان؟ نعم. ها؟ متأسست. شلون وضع الأفضلية قبل وهسه؟ والله وضع الأفضلية تعبان فد مرة. زين. قل لي ليش تعبان؟ ليش؟ كان هذا معمل الألبان هل تتحدثون عنه؟ هذا اللي صار حسينية؟ هذا معمل الألبان هل تتوى حسينية ما أدري جامع محلات أي ومحلات الدار ما أدري أي هذا معمل الفضيلية أي كانوا يصدرون من عدة تجي تناكر الصبح تاخذ أربع تناكر أي توديه لأبو غريب تناكر يسوون عند الألبان وغيرهم أي هسه شو يصدر؟ والعصر ياخذوا بالأربع تناكر أي صهاريج من هاي الحليب وهاي الفضيلية انبادت من 91 لحد الآن الثروة الحيوانية اندمرت دمار اندمرت دمار خلقنا خسائرها تقريبا خسائرها 80% خسائرها كانت تقدر كم راس؟ كانت تقدر كم راس؟ وهسه ايش قد؟ انا كنت املك فوق ال 280 راس اي هسه ما املك لي 10 روس وكاتن هجور ويلي ليش؟ 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 طننا خالص قبل 4 سنوات 5 سنوات وصل ب 500 وهو كله كان مايد 100 وصل 500 حتى يقولوا لك زاد 100 لا اجت سنوات لها زاد 100 زين ليش ليش على الغلاء هذا؟ هسه احنا النخاله والشعير الشعير هم ذكرتني هسه قاعد حلقات يوزعون الشعير والحنطه كل زراعتنا هسه مو حقول ايش قد تزرع؟ اسمح لي عمي الشعير هسه قالوا للعدة حلال نوزع لهم شعير مدعوم اي على اساس هذا دعم من الزراعه ليش الطن؟ طن ب 200 زين الكروه مالته كل طن تطلع ب 30 زين وتلحقه جرش وتلحقه حماله يطلع اغلى من هنا اغلى من هنا عندي جيبه جاهز احسن لك ومن من الدوخه انا اشتري منها بالسوق بس وقت سوداء احسن من ما نشتري منها زين طلعت هالخدمات ما خدمات الثروه الحيوانيه يعني هسه هسه الشغل الحلال قام ما يصرف اسمح لي هسه جماعه يشتكون على الشفر. على الادويه وغيرها الادويه احنا ما نريدها هم ما حد مقصر احنا نريدهم يدعمونا بالاعلام بالاعلام دول اهل بيطره جماعتنا ما مقصرين بس علاجات ما جات تجي ايه. لا مو يقول مستشفى كانت هاي بيطره وتسوي تحول بيطره موجوده للرجال موجود بس يقول كلش ما بيها اطباء كلش ما بيها يقول كلش موجودين كلهم والاخ قال ماكو ها الاخ قال ماكو لا هم موجودين بس علاجات ماكو علاجات ماكو اي علاجات زين بس احنا مو حال علاجات ما يخالف علاجات نشتريها زين بس نريدهم يفيدونا يعني زين هسه احنا بالاعلام